به بشير بن سعيد سي فوزي بن زرتي تعتبره أفضل حارس في تونس حاليا؟ أنا قلتها إلي أتروزا مش تقف أفضل حارس ما كنتش ندرب فيه لا نعرفه ما شفته في بعض المباريات قلت لهم أفضل حارس في تونس هو بشير بن سعيد الوقت الحالي أيوة ومالو رزما ما لعبش حتى ماتش أميكان مع المنتخب منيش فاهم عليش مثلا لعبنا حارس وقتها ما هوش ينشط حتى بوتو معز حسن نعم هاي معز ولو ما نأمن بقدراته حارس ممتاز لا ممتاز نعم. فهمت لكن فتره هذيك فتره فعلا غايز حين ما مش يلعب في حتى فريق فهمت كان ينجم يلعب في مباراه وديه مع البشير حاليا البشير افضل من فاروق افضل فاروق زاد ولدي كيف كيف معناتها نعطيش معناتها المفروض اي لاعب في المنتخب لازم ياخذ فتره من اللعب اذا باش يجي معناتها انا جيت في كونتر ايترنال على البنك لاعب ايترنال على طول على البنك على البنك على البنك اني با في جيرونس عنصر فعال لازم يكون فعال اما معناتها الى لا معناتها ترجوي على الاقل معناتها من حين لاخر ولا حتى في مباراه وديه ولا معناتها باش خليه ديما على البنك على البنك على البنك معناتها ضد الحكايه دي انا فما لاعبين اللي باش نخليهم على البنك وعندهم مستوى ما نعيطلهمش واضح